جمعة خلينا نقول ورا الفطور بعد ما فيها روح غرفتك ما راح غرفتك شفت شيء خدش حياك أروح مكتب أي محامي أرفع قضية بالدول العالمية الراقية اللي فيها دستور وقوانين تنفذ مش شكل إنزين يشتكون إحنا بالكويت لا برودكاست يبون برودكاست أو وزارة الإعلام وما حد عاجب أحد لا اللي يمثل زين يعجبهم ولا اللي يمثل مو زين زين ليش تطالع حبيبي انا كأحلى لك انا ساعات تلفزيون مو عاجبني يا زين الشو تايم شانل كيت ماني متكلم لا يصير اعلان اطالع لا عادي في لايبرري يا اخي دي في دي احط عندي لايبرري بالبيت احط دي في دي اطالع ما حد لازمك تطالع ما حد لازمك غير لكن انت تبي الكويت كلها أنا قاعد أتكلم على مسؤولين وعلى ناس أصحاب قرار يعني أعضاء مجلس أمة أو وزراء مع كامل احترامي لهم هو عنده فكرة أنا عندي فكرة خلنا نتناقش أنت تبي الكويت كلها تشوف اللي تبي بيتكم يشوفونه ما يصير بالضبط ما يصير حبيبي صح بالضبط تلفزيون وعاجبك شيله شوحه قطة من صندوق الشيطان هذا على قولتهم شيله وقطه لا تطالع ما حد قال لك حاب دش فوق تبي تفرض ألف قناة أنت حابه بس أستاذ علي في شغلة أنا شفتك مساع من فعل وايد على طار الديفيديات والسيديات هذه خسارة إيه وكلمت مسؤول من المسؤولين يعني توا وجهت ما أدري منو بس وجهت حق اللي يسمع أيا كان يعني منو اللي مسؤول عن تنفيذ شنو المطالبات مو معقولة بس المطالبات من فئة ضد فئة أنا أقول لك شغلة جدا بسيطة أكيد أنتوا ما تحركتوا بعد لا 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 تحركنا وفي أساتذة راحوا اشتكوا ومنتجين ويا والإعلام صكوا المحلات وبعد فترة يقول لك وردوا شنو مطالبكم أنا أقول لك حبيب الحين احنا سوينا عمل صرفنا عليه ما يقارب 300-400 ألف دينار بين تكلفة كاملة الحين ما ادش لك بصافي ربح ما ربح زين جيت ببيع الفيديو اروح اي محل اتروح اي شركة توزيع يقول لك والله 2000 دينار ليش كوبي حارق السوق زين هل انت تدري كمسؤول اذا سكت شركات توزيع اثرت على تصدير العمل الكويتي برا صح ولا انا غلطان صح. يصير انا اتعب زي الحين بسالك سؤال في فنانين اسمهم عبد الله في فنانين اسمه عبد العزيز اسماء الله الحسنى مذكوره بالاسم عبد الرحمن عبد العزيز زين يصير هذه الاسماء تنحط على الارض لا انا فنان دول عالميه كلها تحترم الفنان احنا صورنا مقططه على الارض اسامينا مقططه على الارض وفوقه يعني بعيد عنا متر شرطي واقف دوري يقول حق الشرطي وقف هذه مخالفه قلت لا اخوي مو اختصاصي هذا التجاره إيه؟ تروح قلت لا والله اخوي مو اختصاصي هذا الاعلام يعني يكتب ولا يطبق انزين ليش ليش بعدين تعال اقول لك شغله سيف القانون وايد قوي على الكويتي وايد قوي على الكويتي واسحب رخصتك ووقفك وفي منتجين مو كويتيين يسوون اعمال فيها فتن نفس ما صار قبل كم سنه الله حفظ الديره يعني وبحكمه القياده السياسيه بالكويت سوت اتصالاتها للحين رخصته شغاله وقاعد يقدم عمل صح. وشغال والكويتي لا اوقف ويلا حول النيابه ليش 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 ابوي ما يقدر الا على امي صح بالضبط طبعا احنا مو قاعد نتكلم عنصريه مو قاعد نتكلم عنصريه بالعكس الكويت معروفه ان ديره تستقبل كل جنسيات العالم اي انسان محترم حياه الله عندنا بس انا إيه اسوي مشكله ما حد يقول لي شيء بالكويت وانا وافد بس ولد الديره خي غلط اهلا وسهلا تعال ما شاء الله يعني انتم اللي تبونه يعني حفظ الطباعه لا لا احنا نبي انا بقول كلمه اخيره حق اي مسؤول بالكويت حل. الكويت لما اشتهت تصير الكويت والعالم كله يتكلم عنها يابا ورموز عربيه يا ابو عبد الحليم حافظ لبسوا دشداشه وغتره وعقال وقال بالاكسنت الكويتي يا هلي يا هلي صح صح احنا الحين ما حد يدري عنه بسبه الممنوع والدين على كيفهم فصلوه وحسوا حياتنا صح. طالع دول الخليج يا جماعه ماني قال شيء نادي برشلونه شوفوا شنو مكتوب على تيشيرتهم هالسيزن بالضبط صح زين احنا والنعم فيهم اخواننا بالخليج قاعد يشتغلون عسى الله يزيدهم ويبارك لهم ترى احنا مو ناقصين فلوس ولا ناقصين عقود شوف استاذ ارسنال انزين نبي اهتمام نبي اهتمام ترى الكويت تقدر تشتري كل الانديه اللي بالعالم وتقدر تشتري برودواي وتقدر تشتري وستند ببريطانيا فن ورياضه نقدر نشتري خلي نسوي ملاعبنا اول عشان نشتري برا احنا ديره لا نقص على بعض احنا ما نحب بعض ونحسد بعض كل من يقول يا روحي انزين واي شيء يدخل فلوس سواء احبه ما احبه لازم اشتغله زين يا اخي عط الخباز خبزه وزير خله وزير والمهندس مهندس والتاجر تاجر لا انا ابي اصير وهذا يقول انا سلطه سلطة فوضى سدد بحسين قلبه متروسه اي والله على العموم بحسين ما قصرت ويانا وكنت منورنا هنا بالاستديو لدرجه انه ما شاء الله يعني حتى ما مدانا نسالك الاسئله اللي احنا حاضرينها لك والله لان انت ما شاء الله عليك يعني اجتماعي وتكلمت بكل شيء ان شاء الله صراحه ان شاء الله خير بس احنا الحين طبعا حابين نختم الحلقه انا بس بقول شغله انا بقول شيء يا جماعه ترى رغم كل اللي قلناه والسلبيات استل انا متفائل
مثل ما انتم قلتوا جيلنا يبشر بخير، جيلنا صح. كله مو بس الفنانين، على مستوى الكويت عنده وعي صح. هذا شيء زين. رقم اثنين يا جماعه اللي شايف شيء خي يقول، كان قلت توه من منبر اعلامي، في شخص ما يقدر يوصل منبر اعلامي خي يروح يشتكي، خلي يحسون انه في حراك، خليك ايجابي لا تقعد بالبيت. وهذا هذه شغله. الشغله الثانيه انا احب ادعو الجمهور ان يحضر عندنا هالعيد في مسرحيه بلاد العجائب على مسرح تنميه المجتمع بالقصور، حياكم الله، وراح تقضون امسيه او يعني ساعتين عندنا بالمسرح من اروع على مستوى راقي، وشيء يبوا عيالكم لا تخافون، مو بس عيالكم راح يستانسون حتى الكبار. شكلنا بنصور عندك تقريرا. حياكم الله. مو شكلنا راح نصور. اوكي. على العموم يا جماعه، على العموم يا كل المشاهدين اللي عاوز يحضر بالعيد مسرحيه العم الجندي اثناء بلاد العجائب، روح هتلاقوا كل حاجه عجيبه عندهم. وما سبنا ادمين، نلتقي غدا، مع السلامه.